ولادنا حدودهم السما، كلمة دايما بحب أقولها. كل أب وأم بيتمنوا يشوفوا ولادهم أحسن حاجة في الدنيا، يمكن كمان بيتمنوا يشوفوهم أحسن منهم. بس الأجيال اختلفت، أجيالنا زمان غير دلوقتي خالص. دلوقتي أطفالنا مبقوش يرضوا إن أهاليهم يوجهوهم ويختاروا لهم المهنة اللي عايزينها، وهو ده موضوعي معاكم النهاردة. النهاردة هنتكلم إزاي ولادنا يختاروا المهنة اللي بيحبوها من غير ما نضغط عليهم. وأول مثل معايا هو الطفل يوسف. الطفل يوسف قدر يحصل على 13 صوت من أطفال غيره ويكون رئيس جمهورية الروضة، وقدر يعمل حاجات أطفال كتير غيره ما قدرتش تعملها. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا. وبعد ما شفنا يوسف وشفنا ازاي قدر يكون رئيس جمهورية الروضة